العسل المخير ناخده واش الحر ولا هادو اللي تيكونوا فيه هذا بالدغموس هذا بالوكاليبتوس هذا كاين هذا ديال الدغموس، عاوتاني راه ما يصلحش تاكل به الخبز ولا شي حاجه. هذا ديال الدغموس راه تشربوه شي يامات وتخليه، لانه هو راه صحيح شويه ديال الدغموس. اما هذا ديال بحال ديال الزعتر ولا ديال الربيع ولا ديال السدره غير كول، راه مزيان هو العسل. هو راه دواء و العسل ناخذو على الريق ولا مزيان نخلطوه مع الماء ولا نخلطوه مع الماء؟ العسل احسن تخلطوه مع الماء، ولا الا شربتي منه شي معلقه ضروري تشرب الماء، لقاش الاغلبيه تيقول لك ما تشربش الماء. هذاك راه خطا هذاك، لان الاغلبيه ديال الادويه تيتشربوا مع الماء باش يتنتش يكون الانتشار ديالو في الجسم مزيان. بارد ولا دافي؟ دافي، الماء دافي باش يتطلق لك العسل. الالوان ديال العسل كاينين فيه بزاف الالوان، باش نعرفوا بانه حر العسل. بالنسبه للالوان، كل نوع تيتميز بالكولور ديالو باللون ديالو. يعني غادي تقول لي العسل ديال الزعتر انا عارف اللون ديالو ما يمكنش يكون ابيض، ولا غادي تقول لي العسل ديال اليزير انا عارفه ابيض ما غاديش يكون كحل.